مساء الخير والسعادة على كل مشاهدينا مشاهدين ترانز على شاشة القناة الأولى. جمعنا لكم كل الأخبار اللي اهتميتوا بيها على مدار الأسبوع على السوشيال ميديا، ودلوقتي هنبتدي زي ما عودناكم دايما بفقرة ترانز أوف ذا ويك. حكاية شهيد، بكتيريا الإيكولاي، أبطال مصر، احتفالات الأهلوية، ويلا بينا نعرف كل التفاصيل. لما بنقول انه تراب سيناء مروي بدم المصريين مش بنبالغ، لان دي حقيقه. ولما بنقول انه بلدنا ما بتنساش ولادها الابطال اللي ضحوا بحياتهم علشانها مهما طال الزمن، بنكون برضو مش بنبالغ. واكبر دليل على كده الخبر اللي اتصدر الترند عالميا خلال الايام اللي فاتت، وده بعد ما قادت الصدفه لاكتشاف رفات احد شهداء وابطال مصر بعد 57 سنه، وده بعد ما تم العثور على رفات الجندي فوزي محمد عبد المولى في شهر يوليو الماضي من قبل احدى المؤسسات المدنيه المتواجده بمنطقه الحسنه بوسط سيناء. والغريب في الموضوع ان هم لقوا كل اوراقه الرسميه ومتعلقاته سليمه زي ما هي رغم مرور السنين دي كلها. هل تخلص الحكايه لحد هنا؟ اكيد لا، وده لانه مصر مش بتنسى اولادها. عشان كده اقامت القوات المسلحه المصريه جنازه عسكريه مهيبه للشهيد اللي استشهد عام 1967 دفاعا عن تراب مصر. اتصدر اسم محافظة أسوان الترند خلال الأيام اللي فاتت، وده بسبب حالة الإعياء اللي أصابت عدد من المواطنين، ولكن خرج الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة عشان يحسم الجدل حوالين اللي بيحصل هناك، ويأكد إنه الحالات دي بسبب نوع من أنواع البكتيريا اللي اسمها الإيكولاي. ولأنه في أكتر من سؤال حوالين النوع ده من البكتيريا وإزاي بيصيب الإنسان، هيكون معانا دلوقتي مداخلة من الدكتور شريف حتة، أستاذ الصحة العامة والطب الوقائي. أهلا بحضرتك يا دكتور. أهلا من رهام، ازيك؟ مساء الخير. الحمد لله كله كويس. في البداية عايزين نفهم أو نفهم كمان الناس إيه هي بكتيريا الإيكولاي. بكتيريا الإيكولاي هو بيقول إيه، هي اختصار لكلمة إشريشيا كولاي، ودي بكتيريا موجودة في الأمعاء الدقيقة والأمعاء الغليظة في القولون، ولكنها بتبقى موجودة بشكل طبيعي، ولكنها أحيانا بيحصل تغير جيني فيها فتبدأ تخترق الأغشية المخاطية المغلفة للأمعاء وتسبب نوع من العدوى والتسمم داخل الأمعاء، ومن ثم تبدأ تظهر الأعراض على المريض. اللي بقى الأعراض اللي احنا شايفينها قدامنا اللي هو القيء والإسهال والغثيان، وطبعا بدرجات مختلفة تؤدي لارتفاع في درجة الحرارة وتؤدي إلى مضاعفات خطيرة إذا لم يتم التدخل وعلاجها بشكل سريع. ازاي بتتنقل العدوى بيها؟ ما هي بقى لما اصبحت خطيره كده فبتنزل فيه، لما بتحصل اسهال بتنزل في البراز، فممكن يوصل هذا البراز الى المياه فتصيب انسان اخر. من هنا جت دايره العدوى بتاعتها، ومن هنا لانها بتوصل عن طريق الميه. ايوه. وعن طريق الاكل، ولو حد مثلا مصاب بيها وهو شغال في اعداد اكل في مطاعم ومش بيتبع اجراءات النظافه هينقل الاكل لناس ثانيه. شفتي اللفه جت كده بالظبط، يعني من شخص للتاني. طيب المفروض ايه اللي يحصل اول ما حد يبتدي يشعر بالاعراض دي يا دكتور؟ طيب احنا بنقول ان الاعراض هي الغثيان والترجيع والاسهال وارتفاع في درجه الحراره، فورا بنتوجه للمستشفى في حاله، طبعا لان طبعا الاعراض بتبقى عنيفه شويه، وخصوصا لو مع البراز في دم والقيء شديد، بنتوجه للمستشفى علشان اول خطوه تعويضيه لابد من تعويض السوائل اللي فقدها اللي حصل عنده الاعراض، فبيتعلق له محاليل فورا في الوريد ويبدا ياخد سوائل بكميات كبيره عشان تعوض الفقد اللي حصل له ده. طيب بحسب تقييم الحاله ممكن نحتاج الى مضادات حيويه قويه وشديده جدا في حاله ارتفاع في درجه الحراره، او الحاله تكون تستدعي مضادات حيويه. في بعض المدارس بتقول لا ما تديش مضاد حيوي واسيب بس العلاج بتاعي تعويضي فقط للسوائل دي، والجسم هيتحكم في الموضوع بنفسه من خلال المضاد اللي بتطلع نتيجه العدوى اللي حصل. دكتور شريف حتة، استاذ الصحه العامه والطب الوقائي، بشكر حضرتك جدا على المداخله. تحياتي يا فندم. من الأخبار اللي اتصدرت الترند الأيام اللي فاتت، تتويج منتخب مصر بلقب بطولة العالم لكرة اليد للكراسي المتحركة، وده للمرة الأولى في تاريخه، وده بعد الفوز على المنتخب الأمريكي بنتيجة 2-0 في المباراة النهائية واللي اتلعبت يوم السبت اللي فات.
والحقيقه انه منتخب مصر لكره اليد للكراسي المتحركه حقق نتائج عظيمه جدا في البطوله، وده بعد ما قدر ان هو يهزم فرق كبيره زي فرنسا واليابان وتشيلي والهند عشان يقدر ابطال مصر ان هم يحققوا بطوله العالم للمره الاولى في التاريخ، وده اللي خلى الخبر طبعا يتصدر كل وسائل التواصل الاجتماعي واللي احتفلت بالفريق بقوه وقدمت لهم كل الدعم. اتصدر اسم النادي الأهلي الترند خلال الأيام اللي فاتت، وده بعد البداية الأكثر من رائعة للموسم الجديد واللي قدر من خلالها أنه يفوز على فريق جورمايا الكيني بنتيجة 6-0 مجموعة المباراتين، وده بداية مشواره في الدفاع عن لقب البطولة الأفريقية. ويمكن ما كانش ده السبب الوحيد اللي خلى الأهلي أنه يتصدر الترند، ولكن كانت الاحتفالية الضخمة اللي تم تنظيمها بعد مباراة جورمايا الاحتفال بتسلم درع الدوري، ودي كان بسببها في حفلة بمشاركة فرقة ديسكو مصر. وطبعا كلنا عارفين أنه الأهلي بيستعد للقاء نادي الزمالك في مباراة السوبر الأفريقي واللي هتتلعب يوم الجمعة اللي جاي في السعودية، وطبعا بنتمنى التوفيق للفرقتين وأن المباراة تخرج بشكل يليق باسم مصر والكرة المصرية. وبكده نكون خلصنا فقرة Trends of the Week، ودلوقتي جمعتنا مع فقرة سكوب. كلنا بنهتم اننا نعلم اولادنا احسن تعليم، كل اب او ام مننا بيكون فرحان جدا لما بيشوف ابنه متفوق في دراسته وبيتكلم لغه او اتنين او ثلاثه، ودايما بنحاول نشجعهم ان هم يبقوا بيتكلموا لغات تانية بطلاقه، ولكن هل ده معناه ان احنا ننسى لغتنا الام اللي هي طبعا اللغه العربيه؟ هل ده معناه ان احنا نوصل لمرحله ان كل كلامنا مع بعض يبقى باي لغه تانية غير اللغه العربيه؟ لأن الموضوع وصل لمرحلة أنه فعلا بقى في ناس بطلت تتكلم عربي أو بتعتبر أنه الكلام بلغة أجنبية تانية ده مظهر من مظاهر الرقي الاجتماعي. عشان كده أطلق موقع اليوم السابع خلال يومين اللي فاتوا مبادرة مهمة جدا لفتت انتباه السوشيال ميديا بشدة، وهي مبادرة اتكلم عربي، وهي المبادرة اللي بتدعو الناس ان هم يقللوا شوية الكلام باللغات الأجنبية مع بعض ونتكلم باللغة العربية اللي هي لغتنا الأم. وعشان نتكلم أكتر عن الموضوع ده هيكون معنا دلوقتي على زوم الدكتورة رندا الديب، أستاذة أصول تربية الطفل وواحدة من القائمين على المبادرة. ازاي حضرتك يا دكتور؟ الحمد لله تمام. دكتور يا ريت تحكي لنا على المبادرة وكان ايه سببها اصلا؟ تمام. احنا اولا عملنا المبادره عشان لقينا كده في موضه جديده ان كل الامهات بتفتخر ان ولادها بيتكلموا انجليزي، ما بيعرفوش يتكلموا عربي، ولو ابنها بيتكلم عربي كانه عيب موجود يعني. فاحنا لقينا دي موضه وعماله تنتشر وفي زياده جامد جدا، فاحنا قلنا لازم يبقى في وقف، احنا لازم نتكلم عربي عشان الانتماء، عشان الهوية القومية. حضرتك لازم تبقى فخورة ان ابنك بيتكلم عربي طبعا. مش العكس تماما طبعا. عايزة اقول لحضرتك اللغة العربية عاملة زي نسخة الويندوز. هو احنا ليه بننزل نسخة الويندوز على اللابتوب او على الكمبيوتر؟ عشان يفتح لنا البرامج، يفتح لنا الصور، يفتح لنا الآلة الحاسبة، عشان كده بننزل الويندوز بقى في مخ الطفل هو اللغة الأم، إن هو يتعلم اللغة الأم لأن هو بيفكر باللغة الأم، بيتعرف على العالم من حواليه عن طريق اللغة الأم، فبقت هنا اللغة الأم مهمة. فإحنا لازم نعلم ولادنا اللغة العربية عشان إحنا لغتنا اللغة العربية لغة الإضاءة، لغة القرآن الكريم طبعا. فهنا عملنا المبادرة عشان نقول لكل أم كوني فخورة إن ابنك بيتكلم عربي، بيتكلم عربي بطلاقة. طب دكتور رندا، حضرتك شايفة أن عدم الاهتمام بتعلم وتكلم اللغة العربية معناه أن احنا بنربط الطفل بثقافة أجنبية غربية عننا ولا لا؟ تمام صح. لما الطفل بيتعلم لغة أجنبية وبيهمل أو بيأجل اللغة العربية أنه يتعلمها بعد كده في وقت متأخر، فهنا أنا يعني بزرع فيه انتماء للغة تانية، لثقافة تانية، لبلد تانية. عايزه اقول لحضرتك كمان ان اللغه العربيه من اصعب اللغات تعليما طبعا، كمان هي ثاني لغه انتشارا في العالم، فلما الطفل بيتعلم اللغه الام في سن مبكر ده بيسهل عليه تعليم اي لغه ثانيه. فانا كده لازم يبقى عندي استنس ان انا اعلم الابن اللغه العربيه صح. بحيث ان انا بسهل عليه ان هو يتعلم اي لغه ثانيه، لانه هيبقى صعب ان هو يتعلم اللغه العربيه في سن متاخر. مظبوط. طب في ناس كتير اولادهم في مدارس بتدرس كل شيء باللغه الانجليزيه، ازاي اقدر اخلي الطفل ده يحب اللغه العربيه ويتعلمها؟ تمام، ده سؤال جميل جدا. هو عشان يتعلم اللغه العربيه ويتقنها كمان لازم اكون انا بتكلم معاه لغه عربيه كويس وبتكلم معاه كتير جدا جدا.
اعلمه طبعا القران الكريم ويحفظ بعض الايات، لان يعني ده بيثبت عنده اللغه العربيه. اعلمه برضه بالاغاني والاناشيد، حتى الالعاب اللي هو بيلعبها تبقى العاب تعليميه باللغه العربيه، الحوار ما بيننا يبقى باللغه العربيه. حتى هو لو قال يا ماما يلا نروح الاسكول، اقول له يلا نروح المدرسه، تمام يلا، يعني ايه اظبط عنده الكلمات، اخليه برضه يحب اللغه العربيه لما هو يقول مثلا بعض ابيات الشعر، بعض الاغاني، واسجلها له واخلي زمايله يسمعوها، او ابقى انا فخوره ان هو بيتكلم عربي وانمي فيه الحته دي. تعالوا اسمعوا ابني بيتكلم ايه، ده بيقول ايه، ده بيقول، هيقول لكم ايه قرانيه دلوقتي، ده هيقول مثلا قصه وهيعيد القصه، فيبقى هو فخور ومعتز باللغه. طيب حضرتك شايفه ان الطفل يتعلم اللغه العربيه الفصحى، ولا المهم ان هو يتكلم عربي وخلاص حتى لو بالعاميه؟ لان في امهات كتير مثلا يقولوا مش مشكله يتكلم لغه عربيه، ما احنا بنتكلم عربي في البيت وهو بيتكلم بالعامي. ايه راي حضرتك في الكلام ده؟ هو انا بحب ان هو يتكلم باللغه العربيه الفصحى البسيطه، هو شويه شويه هيتعلم اللغه العربيه الفصحى، بس الاول ابتدي معاه البسيطه وواحده واحده. طبعا هو لو حافظ القران بالتجويد هو هيتعلم الفصحى على طول. وعايزه اقول لحضرتك من سن صفر اللي هو سن يعني يوم لثلاث سنوات دي مرحله اكتساب لغه، انما تعليم اللغه بعد ثلاث سنوات. فانا لازم ابقى حريصه ان انا اكلمه وان هو يتكلم معايا باللغه العربيه الفصحى البسيطه، بحيث ان هو شويه شويه بيتعلم. وكنت عايزه اقول لحضرتك كمان في تقرير لليونسكو من عده سنوات بسيطه يعني، بيقول ان الطفل العربي او طفل الشرق عنده 3000 مفرده من اللغه الام ومعظمها عاميه، مقارنه بالطفل الغربي عنده 16000 مفرده من اللغه الام. شفت حضرتك المقارنه؟ ده في سن 3 4 سنوات، يعني شوفي 3 4 سنوات الطفل العربي عنده 3000 مفرده وبالعاميه، مقارنه بالطفل الغرب 16000 مفرده من اللغه الام. طيب حضرتك اللغه الام مهمه ازاي؟ طبعا طبعا حضرتك كلامك طبعا مظبوط جدا. طيب ازاي نشيل من دماغ الناس فكره انه التكلم باللغه الاجنبيه اطول الوقت؟ ده دليل على انك من طبقه اجتماعيه راقيه جدا، وان الموضوع ملوش علاقه خالص بالكلام ده. صح، هي ثقافه احنا عايزين نغيرها زي ما قلت لحضرتك، لازم كل ام تبقى فخوره ان ابنها بيتكلم عربي. ازاي يا دكتور؟ ازاي نقول ايه للاهالي؟ نقول ايه للامهات؟ نقول لهم ايه؟ هي اولا احنا هنقول لها دي انتماء، انت بتنمي فيه الانتماء، بتنمي فيه القوميه لما بتعلم اللغه الام، ان لغه الام لو هو بيتعلمها في سن مبكره زي ما احنا قلنا بيتعلم لغات ثانيه كتيره بسهوله، انما العكس صعب جدا. لو انت حضرتك اخرتي تعليم اللغه العربيه هيبقى صعب على ابنك يتعلم اللغه العربيه بعد كده. كمان الانتماء، هو انت حضرتك مش عايزه ان هو يبقى منتمي طبعا لبلده للقوميه العربيه، فانا لازم ازرع فيه ان هو يتكلم عربي ويتكلم عربي بطلاقه. لان عايزه اقول لحضرتك لو اتعلم عربي في سن متاخره هيبقى عامل زي الاجنبي اللي بيتكلم عربي مكسر. مظبوط. هل انا ابقى فخوره ان ابني بيتكلم عربي مكسر؟ لا طبعا. ولا ان هو يجيد اللغه العربيه بحيث ان هو يجيد معظم بقى اللغات اللي بعد كده؟ ودراسات هي اللي بتقول كده طبعا، بتقول ان اللغه العربيه صعبه جدا، لازم يتعلمها في سن مبكره. وكمان عايزه اقول لحضرتك يعني بعد ست سنوات الطفل يتعلم لغه ثانيه، بعد سن العاشرة يتعلم لغة تانية. لو أنا عايزة ابني يبقى متعدد اللغات أو بيتكلم بأكتر من لغة، فالأم لازم تبقى فخورة إن ابنها بيتكلم عربي، وأشيل يعني من الثقافة ومن العقلية إن اللغة العربية مش فخر، لا ده فخر جدا جدا. مظبوط. لأن أنا كمان بخلي لما بيفكر باللغة العربية بيفكر خارج السن، بيبقى عنده إبداع، بيبقى عنده ابتكار، بيبقى عنده انتماء، بيبقى عنده ثقافة. زي ما بقول لحضرتك دي نسخة الويندوز عشان يعرف يفكر بيها صح، لازم أنا أبقى فخورة كأم الكلام ده. والله يا دكتور إحنا كمان بنشوف ناس كتير جدا أجانب بيجوا مصر مخصوص عشان يتعلموا لغة القرآن واللغة العربية، وبيحاولوا وبيبقوا كبار في السن كمان مش أطفال يعني، والواحد بيصعب عليه نفسه إن هو يشوف أطفال تانيين كده مش مهتمين بلغتهم وشايفين ناس جاية من بره عشان يتعلموا اللغة بتاعتنا. مظبوط صح. كمان زي ما حضرتك بتقولي فعلا ان هم جايين يتعلموا اللغه بتاعتنا وبيتعلموها بصعوبه جدا،
لان هم مظبوط بيبقوا كبروا صح في السن. غير كده كمان زي ما احنا قلنا اكتساب اللغه في السن المبكره لغايه 3 سنوات، بعد كده التعليم بيبقى صعب جدا، وخصوصا في مخارج الاطفال. فانا لازم اتحاور مع ابني كتير، احسسه بقوميته بهويته، ان انت تبقى فخور ان انت بتتكلم عربي، واجيب له بقى امثله من القدوه ومن التاريخ، شوف ده بيتكلم عربي ازاي، شوف ده فتح القدس وهو بيتكلم اللغه العربيه، فيبقى هو فخور. انما هو ما بيلاقي الام متباهيه باللغه تانية او اللغه الاجنبيه، وهو يعني ايه يعني هيسمع كلام الام، صح او الام عايزه كده فانا هعمل كلام الام اللي هي عايزاه. مظبوط انما ما يلاقي ماما او اسرته فخورين باللغه العربيه هو هيطلع فخور. ولازم احنا كمان عايزين نقول عشان حضرتك تعلمي اي لغه تانية لازم يكون متقن اللغه الاولى ومتقنه بطلاقه. بالظبط، يعني دي في امتى مصلحة ادخل الطفل اي لغه نفسه تانية؟ عامة يعني. انا بقول لحضرتك دي نسخه الويندوز اللي هو هيشتغل بيها، فانا لازم اعلمه بطلاقه، ولما يتعلم ويعبر بطلاقه باللغه الام ابتدي ادخل اي لغه تانية. طبعا في فروق فرديه ما بين الاطفال، ما اجيش أكيد اقول بقى ان الدكتوره رام بعد 3 سنين يتعلم اللغه التانيه فعلم ابني بعد 3 سنين، لا، انا بقول المعيار اللي عندي لما يعبر عن نفسه بطلاقه باللغه الام دخلي اللغه التانيه، لما يعبر بطلاقه باللغه التانيه ابتدي ادخل اللغه الثالثه والرابعه. دكتورة رندا أديب، أستاذة أصول تربية الطفل وواحدة من القائمين على المبادرة، بشكر حضرتك جدا على المداخلة. وبكده نكون خلصنا فقرة سكوب. تعالوا نروح نشوف مع بعض دلوقتي فقرة السوشيال لاب ونرجع نكمل باقي فقراتنا، استنونا. اللي حاليا بتحتفل بنجاح فيلمها الجديد عاشق، ليصل إجمالي إيرادات الفيلم في 9 أيام عرض ل10,021,000. فيلم عاشق بطولة أحمد حاتم ومحسن محي الدين، والفيلم من تأليف محمود زهران وإخراج عمرو صلاح. وشخصية شروق في فيلم العميل صفر غير حنان في مسلسلها في رمضان 2024 صلة رحم، وغير دورها في فيلم عاشق، وعشان كده عندها جماهيرية كبيرة جدا. لقينا انها عندها اكتر من 2 مليون متابع على الانستجرام، وهي بتتابع اكتر من 2000 اكاونت، ونشرت لحد دلوقتي حوالي 780 صورة وفيديو. تعالوا نشوف تفاصيل الاكاونت. اسماء زيها زي اي فنانة بتهتم جدا انها تنشر كل اعمالها وكواليس مسلسلاتها، ومن اكتر الحاجات اللي لفتت نظرنا انها بتحب تتصور جدا، فنشرت اكتر من 100 صورة ليها باشكال واطلالات مختلفة. وتاني ابلكيشن اسماء بتحبه هو تيك توك، بتتفاعل عليه بشكل كبير جدا، بيتابعها عليه 464,000 وحققت 1,700,000 لايك، ودايما بتحب تستعين بالفنانين اللي بيكونوا معاها في العمل. وبكده نكون خلصنا فقرة السوشيال لاب. الأيام اللي فاتت كان في أكتر من حدث عالمي شغل الناس على السوشيال ميديا، وطبعا بيجي في مقدمتهم الانتخابات الأمريكية والمناظرة اللي حصلت بين ترامب وكاميلا هاريس، والتطورات الخطيرة اللي بتحصل في الحرب الروسية الأوكرانية واحتمال اندلاع حرب عالمية ثالثة. الحقيقة إنه الأحداث دي كلها خلت الناس عندهم أسئلة كتير قوي، وبما إن الموضوعات السياسية دي بتكون صعبة ومعقدة فهيكون معنا النهاردة ضيف المحتوى بتاعه على السوشيال ميديا بيتميز دايما بأنه سهل وبسيط وأي حد يقدر يفهمه ويستوعبه بسهولة حتى لو كان الموضوع معقد جدا. منورنا الكاتب الصحفي وصانع المحتوى شريف بديع النور. أهلا بك يا شريف. إزيك عاملة إيه؟ الحمد لله، مبسوطة إن أنت رجعت تاني. ده أنا أكتر بجد. ميرسي يا شريف. أنا أول حاجة عايزة أعرفها أنت شخصياً إيه أكتر الأحداث العالمية اللي بتحصل اللي شغلاك اليومين دول؟ بصي، إحنا بقالنا فترة الترندات العالمية كلها هي حروب بتسلم حروب، يعني أنا اشتقت للزمن الجميل لما كان بيطلع ترند بسبب ممثل عمل حاجة. أيوة بالظبط. مهرجانة، يعني الحاجات الجميلة دي، إنما إحنا كلها حروب يا أمراض وفيروسات. يا أمراض طبعاً قبلها. لكن اعتقد انه الايام الاخيره كان اكتر ترند عالمي ويهمنا احنا بشكل مباشر هو اللي حصل في لبنان، وموضوع التفجيرات اللي حصلت واللي تطورت وفي احتمال دخول حرب كبيره في لبنان. طيب نبتدي بالاحداث اللي بتحصل دلوقتي في لبنان. حادثه البيجر طبعا اللي كسرت الدنيا كلها عالميا طبعا على السوشيال ميديا، احكي لنا عنها باختصار. الفكره في حادثه البيجر انها حادثه جديده،
طريقه جديده انه يتم تفخيخ اجهزه بيجر. اجهزه البيجر دي هي اجهزه نقدر نقول انها اجهزه اتصال متخلفه قديمه جدا. يعني كان انا فاكر انه مثلا من 15 سنه حد قبل الموبايل حد الدهاني هديه على ادناه ده جهاز ما بقاش حد يستخدمه. البيجر ده جهاز فيه شاشه صغيره جدا بيجي لك انه الرقم ده بيكلمك بالزبط. فانت تروح تكلمه. فكان حزب الله بيعتمدوا على اساس ان هو ما فيهوش حاجه تراقب. صح. معروف حتى الموبايلات القديمه اللي هي بزراير دي اللي ما فيهاش 3 جي صعب مراقبتها، فما بالك بجهاز البيجر ده ما فيهوش اي حاجه. فكان بيبعت للقواعد بتاعته عن طريق البيجر رساله، فيروح لاقرب خط ارضي ويتصل على اساس انه يكون الموضوع يعني ما فيهوش دايره حد يقدر يخترقها. فإسرائيل قدرت تفخخ أجهزة البيجر دي وتفجرها، وحصلت وفيات وإصابات في يوم واحد في عملية ما شفناهاش قبل كده. إزاي ده حصل؟ في توقعات كتيرة، في توقعات إن دفعة الأجهزة البيجر الأخيرة اللي هم استلموها كانت مفخخة، أو إن هي اتحط لها برنامج يخليها تنفجر، يخليها تسخن البطارية بتاعتها تنفجر، محدش عارف بالظبط إيه اللي عملوه، ولكن اللي عملوه هو حاجة نقدر نقول إن هي بتغير شكل المواجهة اللي بتحصل. أنت قدرت أولاً في خيانة طبعاً. طبعا كبيرة حصلت. مدنيين. لا في خيانة كبيرة من اللي سلم الحاجات ديت. وفي اختراق لشبكة الاتصالات اللي موجودة اللي هي المفروض شبكة اتصالات مغلقة. في اختراق من بره، ان هم عرفنا ان في واحدة عينوها من كام سنة عشان هي توصل ان هي تعمل ده. فالناس بتخطط على مدى بعيد. المدنيين دايما مأذيين. بس ايه اللي هيحصل بعد كده؟ دينا شفنا حزب الله عمال ياخد ضربات وهو مش عارف يعني هو كان ماسك نفسه ان هو يرد. حتى ايران حصل فيها الضربه ومحدش ان هو يعني لما اغتالوا فيها شخص وما حصلش حاجه. فايه اللي هيعمله حزب الله؟ حزب الله بعد لما هم عملوا موضوع البيجر راحوا عملوا سلسله ضربات جويه قتلوا فيها مجموعه كبيره من قيادات حزب الله. قيادات حزب الله حتى ما بيشيلوش بيجر. فالناس دول عرفوهم. ده في واحد كان في اجتماع تحت الارض بدورين فبعتوا طياره، الطياره ضربت المبنى وبعد كده ضربت ضربه بعدها عشان توصل اللي تحت الارض. عدد كبير من قيادات الصف الاول مات، استشهدت واتقتلت الفتره ديت. وفي منهم بعدها بيومين حصل ضربه ثانيه حصلت يوم الاثنين قتلوا فيها عدد ثاني من الناس. حزب الله هيرد ازاي؟ حزب الله ضرب كام صاروخ لغايه دلوقتي؟ هو تقدري تقولي هو واقف في منطقه مش عارف يعمل ايه. هو لو رد اسرائيل هتخش تعمل ضربه شامله هتدمر فيها كل الحاجات اللي هو بناها الفتره اللي فاتت، وهتدمر كمان اقتصاد لبنان اللي هو اصلا لبنان في اسوأ فتره مر فيها الحرب الاهليه. انا عندي اصدقاء لبنانيين رحت لبنان كتير جدا. الحرب الاهليه لما كانوا اللبنانيين بيموتوا بعض كانوا عايشين احسن من دلوقتي، يعني كان في اقتصاد وكان في ماشي والدنيا ماشيه، انما دلوقتي هم اقتصاديا مدمرين تمام. فتخيل لما تحصل ضربه تضرب لهم، هم اصلا عندهم ما فيش كهرباء، بيجي لهم كهرباء كام ساعه في اليوم. صح. فتضربي الكام ساعه كم دول الميه على طول فقطع الكام، ومفيش حد هيساعدهم، مفيش حد هيحل المشكله، لان هي بقت ساحه صراعات جنبه سوريا هي كمان مضروبه، وفي ناس كثيره بتلعب في المنطقه حتى ايران اللي هي كانت بتساندهم. فهي ايران هي كمان عندها مشكله، هي مش عايزه تخش في صراع مباشر مع اسرائيل، فاسرائيل تروح تضرب منشاتها النوويه اللي هي عايزه تستنى عليها شويه عشان تكون وصلت لدرجه اعلى شويه. انت بتتكلمي في وضع معقد، عارفه زي الصراع بتاع الديوك، هما الاثنين بيجروا يا اما هيخبطوا في بعض يموتوا بعض، يا اما معتمدين على ان في واحد منهم هيقلق في وسط الجري فيحود فالتاني يكمل يبقى التاني هو اللي فاز. مين اللي هيحود في الاثنين ديوك اللي ضاربين في بعض؟ ما نعرفش. طيب على السوشيال ميديا اختلفت الاراء بين ان الوضع حاليا في لبنان يعتبر مناوشات بين الطرفين وانه هيخلص، والراي الثاني طبعا كان عكس ده تماما وبيقولوا انه لا ده هيحصل حرب والموضوع هيوسع وهيكبر اكتر من كده بكتير. انت ايه رايك؟ رايي انه مصلحه اسرائيل انه الموضوع يوسع. ليه مصلحته انه يوسع؟ لانه الموضوع في غزه هو حقق اللي هو عايزه، فبقى هو محتاج لحاجه يفضل يعمل فيها وخوض اللي هو بيعمله، يقول انا بعمل لكم انتصارات، ينقذ رقبته نتنياهو من الحساب اللي ممكن يتحاسبه بسبب اللي حصل في 7 اكتوبر. بالظبط. فهو الخطاب بتاعه، شوف حتى الخطاب اللي قاله من يومين، هو الراجل بيتكلم انه انا هطهر المنطقه، في دلوقتي عندنا مشاكل في الحدود الشماليه فانا هخلص على المشاكل في الحدود الشماليه. فبالتالي هو عايز يدفع الوضع بكل طريقه ان هو يوصل لحرب. في نفس الوقت العالم كله، الانتخابات في امريكا مخليه امريكا ما فيهاش استقرار، فبالتالي ما فيش حد هيقول له اوقف او استنى او يضغط عليه، يعني الوقت مهيئ بالنسبه له انه يعمل اللي هو عايزه لغايه لما يجي رئيس امريكي جديد، والرئيس الامريكي دوت يستقر في مكانه
ويكمل ادارته اللي هو بيقعد 6 شهور لغايه لما يستقر، فاكون عملت اللي انا عايزه. طيب خلينا نروح للانتخابات الأمريكية. برضو السوشيال ميديا الاختلاف جامد جدا على الرأي ان مين اللي هيكسب الانتخابات، هل هي كاميلا ولا ترامب؟ انت ايه رأيك؟ بصي، هو وجود ترامب تاني ده في حد ذاته شيء عجيب، ما كناش نفكر انه مظبوط واحد يخسر ويخسر خسارة صعبة، بس كشخصية متوقعة برضو شوية. هو شخص من يعني غريب. شفتي من يومين برضو او 3 ايام طلع عملة ترامب، عمل عملة فضية حط عليها وشه وقال انه هيبيعها ب $100 رغم ان هي طبعا سعرها كفضة بتكلف اقل من كده. فهو ترامب شخصية، مين هيفوز؟ اخر استطلاعات بتتكلم انه الفرق ما بينهم 2%، فمحدش يقدر يعرف مين هيفوز. طب احنا كعرب احنا انهي احسن لنا ان هو يكسب ولا مفيش؟ هو في العاده مفيش، بس احنا مثلا في فتره ترامب كان في تفاهم اكتر ما بيننا، ما بين الاداره عندنا والاداره عندهم، اكيد كان احسن من يعني الجمهوريين بنعرف نتفاهم معاهم اكتر من الديمقراطيين. لكن لو تقولي لي مين فيهم، لا يعني هو الاثنين جايين ينفذوا اجنده بالظبط، والاجنده بتاعتهم فيها قائمه مصالح. قائمه المصالح ديت احنا مش في اولوياتها. هو الفكره ان في حد ممكن يكون جريء اكتر. بص هقول لك حاجه، دايما انت بتوصلي في الاتفاق مع الشخص اللي يبدو انه فظ اكتر، لان هو ما عندوش مش محتاج انه يلون كلامه. يعني احنا لما عملنا معاهده السلام احنا عملناها مع حزب الليكود اللي هو المفروض يعني حزب متشدد بالظبط، لانه المتشدد هو بيبقى قدام وده الناس، وده الحزب اللي اصلا منه نتنياهو. المتشدد بيقول انا اصلا يعني هو مش محتاج يبرر للناس افعاله، لان هو معروف ان هو اصلا متشدد، فلما يعمل خطوه جريئه الناس بتقبلها اكتر من شخص هو اصلا يعني معلش بتاع، فبالتالي بيبقى خايف ياخد موقف جريء لان هو اصلا معروف عنه ان هو مهادن، بيبقى خايف على مصالحه اكتر. فترامب قادر انه ياخد قرارات اكثر جرأة في مصلحتنا او لا، يعني الله اعلم. بس ترامب مثلا ساعه مشكلتنا مع اثيوبيا كان موقفه داعم لينا اكبر اكتر بكتير من بايدن بعد كده. يعني احنا كان عندنا قوه اكبر وعمل المفاوضات عنده واستضافهم، وبعد كده شفنا الاتصال اللي عمله مع رئيس الوزراء الاثيوبي وقال ان مصر من حقها ان هي ممكن تضرب. يعني الراجل اتكلم بطريقه مختلفه، ولان هو عنده مش عايز اقول حته مجنونه، بس عنده حته كده غريبه الناس، فمهما بيقول حاجات غريبه الناس بتبلعها. صح، لان هو كده. طيب في كلام اتقال من ترامب وكمان قاله بايدن ان في حاله خساره ترامب ممكن يحصل اوضاع تخرج عن السيطره تماما، ايه رايك في الكلام ده؟ بصي، اعتقد انه امريكا طبعا هتبقى موحده ولا هيحصل حرب اهليه ولا الكلام ده كله، هيحصل ملاسنات من هنا وهنا، بس ده كلام للاستهلاك المحلي ولكل واحد عايز يخوف التاني من لو انا ما جيتش، وبيغذيها ناس كتيره. لكن هل امريكا مجتمع مترابط؟ لا، بس هو في دوله قويه، الدولة القوية دي قادرة تحافظ عليه. هتقدر تحافظ عليه لغاية امتى؟ اكيد لسه شوية، لان هما لسه في، لو اعتبرنا ان الدول زي البني ادمين هما في مرحلة الشباب لسه، مش في مرحلة ان هو الدولة ضعفت فتقدر تتفسخ، لا لسه شوية. طب تفتكر الانتخابات الامريكية اللي جاية دي ممكن يحصل اي تغيير في الاوضاع في غزة؟ اعتقد انه اي رئيس جديد هيجي هو عايز يبين للناس امارات، ويبين للناس ان هو احدث تغيير كبير. يعني ممكن يكون على فكره ترامب ونتنياهو لما راح امريكا من فتره قريبه راح قابل ترامب في البيت، ممكن يكون بيضغط عليه ان هو ما يخلصش الحرب غير لما هو يجي. ممكن في الناحيه الثانيه الديمقراطيين بيضغطوا عليه عشان يقولوا ان احنا عملنا انتصار فدوت يزود من شعبيته. طبعا اكيد، لان حرب غزه خلاص، حرب غزه خلي بالك هم حققوا بشكل كبير اهدافهم اللي هم عايزين يعملوها بشكل او باخر يعني، فهم لسه عندهم اهداف ثانيه فيقدروا يتفاوضوا عليها. يعني هم في الاخر سياستهم طول عمرهم ايه؟ ان هو بيتشدد جدا عشان يبان ان هو مش هيتنازل ولو ربع خطوه، مع ان هو بيحط في دماغه هو عايز ايه وعارف هو ممكن يتنازل عن ايه، بس لما اديكي انطباع ان انا مش هتنازل عن ربع خطوه، فلو اتنازل عن ربع خطوه تفتكر ان ده انتصار. صح. بس طيب نروح بقى لبوتين وتصريحاته. هو هدد في الفتره الاخيره ان يحصل حرب في اوروبا، ايه رايك في اللي بيحصل؟ بصي برضه ما اعتقدش. الحرب العالمية دلوقتي مش زي من في الأربعينات، في حرب عالمية في الأربعينات مات فيها 25 مليون واحد، الحرب العالمية الثانية ماشي. إنما لو قامت حرب عالمية ثالثة دلوقتي العالم كله هينتهي. عالم ما بعد القوة النووية في قوة كبيرة مش هتضرب بعض، هي ممكن تعمل حروب بالوكالة، ممكن مثلا إحنا نساعد أوكرانيا عشان تفضل تضرب في روسيا، بس إحنا مش هنخبط في روسيا، لأن لو روسيا حصل ليها تهديد وجودي، حصل فيه تهديد حقيقي لحدودها، هتستخدم النووي، طب لو استخدمت النووي هيرد عليها حد تاني بنووي، صح هيحصل إيه؟ العالم هينتهي. خلاص.
انا هنتهي وانت هتنتهي، صح. القوي هينتهي والضعيف هينتهي، الاثنين هينتهوا، لانه انت روسيا دي عندها مثلا 2000 راس نووي، فشوفي 2000 راس نووي دول يقفلوا العالم كله، صح. نفس القصه في امريكا، نفس القصه في الصين، نفس القصه في عالم ما بعد. واي دوله عندها قوة نووية هي سايباها لاخر خطوة لو انا هتعرض لتهديد حقيقي، صح. انما طالما احنا كده بنخبط ونحارب في اراضي حتة تانية تمام يعني يلا. فده كلام برضو انا بشوف ان فيه مبالغات، ومبالغات، لان كل الناس زي كده لما بوتين قال ان هو هيرفع درجة الاستعداد النووي، هو هيضرب نووي مين؟ يعني ده مش منطقي انه يحصل، لانه طب ولو ضرب ولو ترد عليه، لو ضربه مدن حدودية عنده، هل الناس اللي عنده هيسيبوه؟ لا، فهو ما فيش حد عايز يوصل للمرحلة دي ولا حد هيوصل لها، دي نهاية العالم. ماشي، ده بالنسبة للنووي. هل في احتمال للصدام بين روسيا وأوروبا؟ هو الصدام هيبقى اقتصادي زي ما هو حاصل، أكتر من كده مش هيحصل. ما هو أوروبا نووية وروسيا نووي، مش هندخل في الصدام. بصي، احنا من بعد الحرب العالمية الثانية لغاية دلوقتي كل حروب القوى العظمى هي حروب الوكالة. يعني امريكا دلوقتي امريكا حاربت الاتحاد السوفيتي فين؟ بانها دعمت الناس في افغانستان مثلا يعني، فانت حروب في اماكن ثانيه زي اللي بيحصل في لبنان، لبنان طول عمرها ساحه للحروب بالوكاله ما بين مثلا ايران ومش عارف يعني بيحطوا في النص، نفس اللي بيحصل في ليبيا جنبنا، نفس اللي بيحصل في سوريا، فيها حروب لدول ثانيه ليها مصالح مش عايزه تضرب بعض مباشره، صح. لان هو لو ضربوا بعض مباشره هيبقى المشكله صعبه. طيب نروح للصومال واثيوبيا واللي بيحصل فيها دلوقتي، تقدر تشرحها لنا بطريقة مبسطة؟ طيب ببساطة، أنه الصومال بعد استقلالها قامت فيها دولة، دولة كان دولة واعدة وبدأ فيها نظام كويس، وبعد كده الدولة دي دخلت في حرب مع أثيوبيا، أثيوبيا تحالف معها الغرب وتحالفت معها أمريكا، وقدروا ينتصروا على الصومال. الصومال بعديها تحولت لدولة فاشلة، يعني دولة مش عارفة تسيطر، كان عندهم اقتصاد الاقتصاد انهار تماما بعد لما كانوا دولة عندها زراعة مثلا بياكلوا على الأقل، يعني بقى عندهم مجاعات وبقى الموضوع صعب. فحصل انه اقليم من الصومال اللي هو صومال لاند عمل ما يشبه الحكم الذاتي، وبعد كده اعلن استقلاله. الاستقلال بتاع صومال لاند ما فيش اي دولة في العالم معترف بيها اعترفت بيه، يعني هو تايوان اعترفت بيهم، بس هي تايوان نفسها مش معترف بيها، فيش بالظبط، يعني فيش دول معترفة بتايوان، فهو اقليم غير معترف بيه. دلوقتي اثيوبيا في الاول كان عندها بحر، البحر بتاعها دوت في اقليم اريتريا، اريتريا استقلت عن اثيوبيا هي كمان، اصبحت اثيوبيا الدوله الكبيره دي مع دوله حبيسه، ما تعرفش، ما عندهاش اي منفذ على البحر، وعندها مشاكل مع اريتريا ما بتخلصش. فايه اللي حصل؟ راحوا لصومالي لاند وطلبوا ان هم يعملوا قاعده عسكريه هناك لاثيوبيا مقابل ان اثيوبيا هتعترف بيهم. اللي حصل ده مخالف لميثاق الاتحاد الافريقي اللي هو اصلا مقره اثيوبيا، لان الاتحاد الافريقي بيقول لا احنا مع وحده الصومال، يعني احنا اصلا ضد اللي انتوا بتعملوه ده اللي هو مقره اثيوبيا. الناحيه الثانيه في قوات حفظ السلام موجوده في الصومال، القوات ديت بعتها مين؟ بعتها الاتحاد الافريقي. الصومال طلبت ان القوات دي تكون قوات مصريه، فاحنا رايحين مصر، مصر عمرها ما بتخش، الجيش المصري عمره ما بيروح في بلاد بعيده عن حدوده، يعني احنا رايحين بمهمه من الاتحاد الافريقي. ده اثار اثيوبيا لان هم عندهم نيات سيئه. انت دلوقتي بتكلمني عن الاتفاق بين مصر واريتريا، بين مصر والصومال، اريتريا اللي للحفاظ للصومال، الحفاظ على الامن في الصومال. ده, ده ده دي قوات رايحه ضمن بعثه الاتحاد الافريقي. ده ضايق اثيوبيا، لان اثيوبيا عندهم سوء نيه. هم تخيلوا ان لما في قوات مصريه تكون بتحفظ الامن والسلام في الصومال فهي كده هتضربهم، وده مش يعني ده مش ما اعتقدش ان ده تفكيرنا ولا ده طبعا. ولا دي طريقتنا. فقالوا ان احنا هندعم استقلال صومالي لاند اللي هو اصلا ضد خرائط الاتحاد الافريقي تاني اللي مقره موجود في اثيوبيا. يعني بص الموضوع داخل كله في بعضه. فقالوا مع انه خلي بالك الصومال دي دوله عضو في جامعه الدول العربيه، مزبوط. يعني بيننا وبينهم معاهده دفاع مشترك، صح. موجوده من 70 سنه ولا حاجه زي كده. اللي حصل دلوقتي انه اثيوبيا مصره ان هي تكمل في اللي عايزه تعمله، مصره ان هي تعمل القاعده العسكريه، مصره انه طلعوا اتكلموا بشكل صريح ان هم عايزين القوات المصريه تمشي من الصومال. مصر قالت ان هي بتدعم الصومال وبتدعم وحده اراضي الصومال اللي هو ضمن قرارات الاتحاد الافريقي وضمن قرارات المجتمع الدولي اللي اثيوبيا بتعترض عليه. هو ده دلوقتي اللي بيحصل. مصر واريتريا، لان اريتريا تهمها المنطقه دي حدودها، فمصر واريتريا مع القانون الدولي مع الشرعيه الدوليه في الحفاظ على الصومال موحد. اثيوبيا للاسف مع تفكك الدولتين،
لحاجه واحده بس، لمصلحتها. صح. سومال لاند دي في الاخر دوله قد كده، ما فيهاش مقاومات، دوله صغيره. فاثيوبيا قالت لها ادونا القاعده وهنديكوا مزايا اقتصاديه وانا اعترف بيكوا، فعشان كده وافقوا. طيب شريف، قول لنا حاجه ايجابيه شويه قبل ما نقفل معاك الحلقه. قول لنا الاوضاع الفتره الجايه هيحصل فيها ايه؟ في اي امل، حاجه تبسطنا شويه؟ لا، لازم يكون في عندنا امل طبعا. يعني ربنا يسهل، يكون عندنا امل، ربنا يسهل. بنشوف يعني حاجات اقتصاديه الفتره الجايه ممكن يكون عندنا فيها امل. في الاخر خلي بالك، هو كل ده بيحصل حوالينا، بس العالم كله بقى فكر في الاقتصاد. انا باذيك ازاي اقتصاديا؟ صح. فاحنا كل اللي بنعمله الفتره الاخيره عشان نعرف نستقل، او صحيا، ما هو صحيا باذيك اقتصاديا برضه. برضه ما طبعا. أوكي. وانت لو انت معتل مش هتعرف تشتغل. صح. ولو انت مأذي اقتصاديا مش هتعرف تعالج الناس اللي عندك. فهو من كل النواحي يعني. فاحنا اللي بنشتغل عليه الفتره دي بقى لنا اخر 10 سنين، ان احنا يكون عندنا استقلال اقتصادي، عشان في كل الحاجات اللي بتحصل دي نبقى احنا قادرين ان احنا نقف على رجلنا لوحدنا، ما تكونش رقبتنا في ايد حد. فيعني يمكن ده اللي يكون ايجابي الفتره الجايه. الكاتب الصحفي شريف بديع نور، بشكرك جدا على وجودك معايا النهارده ونورتنا كالعاده. تسلمي. شكرا. وبكده نكون خلصنا حلقتنا النهارده، نشوفكم الاسبوع الجاي باذن الله في نفس الميعاد. باي باي.